تنضم إلينا من هناك مراسلتنا نجلاء سندي لتحدثنا عن تجديد الإجراءات الاحترازية عبر المنافذ الحدودية بعد ظهور السلالة الجديدة. نعم نجلاء، مساء الخير. نعم نعم تحية طيبة مني لكم زملائي. طبعا الاطلاع على جديد معطيات فيروس كورونا في مدينة زاخو، خصوصا بعد ظهور السلالة الجديدة وتسجيل إصابات في إقليم كردستان، ومن خلاله أصدرت سلطات إقليم كردستان بعض القرارات لتنفيذها على أرض الواقع، منها إغلاق المداخل إلى إقليم كردستان بالنسبة للوافدين من وسط وجنوب العراق، وإغلاق الرحلات السياحية إلى إقليم كردستان. من جانبها دائرة الصحة زاخو تشدد من إجراءاتها الوقائية عبر المنافذ الحدودية، وخصوصا أن مدينة زاخو مطلة على منفذين حدوديين، وهو منفذ إبراهيم الخليل الحدودي ومنفذ فيش خابور الحدودي. وللحديث أكثر ينضم معي دكتور شاكر عبد الرحمن رئيس صحة زاخو. حدثنا دكتور ما هي الإجراءات المتخذة بعد ظهور السلالة الجديدة عبر المنافذ الحدودية؟ شكرا جزيلا. حسب الاتفاق وحسب الاجتماعات اللجنة العليا للفيروس الكورونا، البارحة كان أكو اجتماع، خلال الاجتماع أكو قرارات طلعت، من هذه القرارات إلغاء الرحلات السياحية بين محافظات الإقليم ومحافظات الوسط والجنوب. بالنسبة للمنافذ الحدودية، منافذ الحدودية عادية، إجراءات وقائية موجودة، أي واحد يدخل من المنافذ الحدودية الفحص يطلع خلال 24 ساعة. بالنسبة للهل في نيتكم أنتم كدائرة الصحة يعني تنوون تشكيل فرقة إقصائية لأخذ العينات بالنسبة للمخيمات النازحين المتواجدة في مدينة زاخو؟ عندنا مركزين لأخذ النموذجات في زاخو، واحد في مستشفى الطوارئ بزاخو، والثاني في مركز كورونا في جامعة زاخو، والآخر في مستشفى الطوارئ في زاخو. هذا المركز دا يشتغلون من الساعة 8 صباحا لحد 9 بالليل، يأخذون العينات من أي واحد يشتكون مياه. بالنسبة للفرق المتجولة ما عندنا فرق متجولة، بس عندنا مراكز صحية في كل المخيمات. هذا المراكز الصحية مخصصة للنقل بواسطة سيارة إسعاف، بواسطة تيم خاص، أي حالة مشتبه بها إلى مراكز فحص النموذجات في زاخو. دكتور هل في نيتكم يعني خصوصا بعد يعني اعلان سلطات اقليم كردستان عن استمرار التعليم، ما هي اجراءاتكم كدائره الصحه بالنسبه للمدارس؟ بالنسبه للمدارس اكو اجتماع ويا مدير تربيه ويا قيمقام قضاء زاخو قبل اسبوع بالنسبه لتعميم الإجراءات الوقائية والتعميم الشروط الإدارية والقرارات التابعة لوزارة الصحة ومديرية التربية. من هذا القرارات هي الالتزام بلبس الماسكات والتباعد الاجتماعي وتقليل عدد الطلاب في المستشفى. وعدنا برئاسة الصحة زاخو تيم أو لجنة خاصة لزيارة يومية أكثر من 10 مدارس لتقييم الحالة الصحية والالتزام بالقرارات. شكرا جزيلا دكتور. طبعا دائرة صحة زاخو تشدد من إجراءاتها الاحترازية والوقائية وتجري مزيد من الفحوصات المختبرية رغم انخفاض الإصابات في مدينة زاخو، حيث يبلغ عدد الإجمالي لعدد الإصابات منذ ظهور الفيروس تجاوز أكثر من 3500 إصابة، أما عدد الوفيات فقد تجاوز 60 حالة. حاليا يرقد في مستشفى أو المركز الخاص لمعالجة كورونا في مدينة زاخو حالة واحدة. طبعا يتواجد في مدينة زاخو مركزين لمعالجة كورونا، فقط تعالج الحالات الخفيفة، أما الحالات الحرجة فهي تنقل عبر الإسعافات المعقمة إلى المشافي أو المراكز الخاصة لكورونا في محافظة دهوك. نعم.